السلام عليكم، وياكم حسين انجل. اليوم شرحنا على الكولدن. طبعا مثل ما تشوفون هذا الفحل، هذه الطائرة، هذه الطائرة، طبعا هم بديل من ايش، زين، على وشك بياض. طبعا الطائرة اول بياض لها بالمناسبة، وشويتها نوع مفاجأة. إن شاء الله قريب بيبيضان مثل ما تشوفون. هذا الفحل ليش الطائرة. وأي معلومة، أي شغلة، أي خادم لأي سؤال على الكولدن فينيش، من الفرق بين الطائرة والفحل، أو شلون يعششن، أو شنو الأكل اللي زين الحين شي يحتاجه، ما عندي أي مشكلة بهذا الشي. تقدر اي سؤال تراسلني على الخاص او تدزلي تعليق وانا خدمتك. وبدي يسأل عندك من الانتاج تبيع، ان شاء الله عن قريب اصور لكم اي انتاج اللي يطلع عندي، واكو شي للبيع ان شاء الله.